ابو يزيد اي خلينا نكون واقعيين، الصحف اوكي، البرامج الرياضيه تم السيطره على الغالبيه منها اوكي، لكن في تويتر انا قلت لك ما عندي مشكله اذا هو مشجع من حقه رئيسي جدا، انا ابغى المشجع يرقص ويحتفل ويشجع ويتعصب النادي، لا ما لا اتكلم على الاعلاميين اللي تسبوع يجي طيب. في يجي الاعلامي في البرنامج ما شاء الله، لان الاعلامي هو اللي يقود الراي العام، هو اللي يؤثر الراي العام، معليش يطلع في تويتر بشخصيه ثانيه، تلقاه في الاعلام يعني او في برامج يطلع بشخصيه يعني في البرامج عاقل عبد الله ابو عبد الله، يعني قصدك ان بعض الاعلاميين في بعض في البرامج مثالي شخصية مثالي متزن اي وفي التويتر لا اله الا الله الفجر تعال تابع، ولكن ايها اكثر ابي اسال سؤال واحد، ايها اكثر ضرر او تاثير سلبي، هل هو مثلا راي الاعلامي اللي متقلب، ولا انه النادي بكبره يكون يتبنى هذا الراي؟ لا لو كان من النادي اوكي معك حد بيكون الصداها، لا لو كان انه يكون تاثيره سلبي جدا، بس اتكلم بس هذا انا اقوله احنا مدرج اثر والله اثر يا انا ما عندي مشكله، الاخطر الاكثر خطوره لما الجمهور يؤثر على النادي، لما يطلع بيان من نادي بعقليه الجمهور مثلا، اقصد الجمهور مشكلة. على فكره نحترم الجمهور ونقدر كل ارائهم، لكن نقصد الراي المتعصب من بعض الجماهير، اذا كان هذا الراي هو ما يمثل النادي ويطلع فيه بيانات ويتبنى هذا الراي، هنا تحصل كارثه. خلينا نسمع ابو بدر عنده راي، بس بكمل الجمهور الحين تعرف والله العظيم يشوف شخصية الإعلامي الحين يقول وينك قبل فترة، في شخصيتك أنت عندك انفصام شخصية قبل أمس كنت قاعد لك أسلوب، اليوم لك أسلوب ثاني، ترى الجمهور له حق يقول لك ليش غير شخصيتك أنت، يعني أنت ما عرفت الإعلامي، يعني أنت مخطي، يعني أنت صالح ما عرفت لهم، أنا ما عرفت والله الله هداك ابو عبد الله، ليش انت دائما ضد الاعلاميين يا بندر؟ ترى ابو عبد الله دائما ضد الاعلاميين، نكسب الحلقه ابو عبد الله كلهم، لا الا لو عبد الله انا منكم وفيك، لا الحساب مخترق، اقول حسابه مخترق، ودنا نسمع ابو بدر.